تفصيلة وخياطة فستان كروازيه بشكل سهل وبسيط جدا، اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل من الفستان ده. كل اللي عليكي بس واحدة واحدة كده وهتعملي نفس الخطوات، بطرون الكم، بطرون الكروازيه، كل ده بطريقه جميله وسهله وبسيطه. اهم حاجه اللايك الجميل والتعليق والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض يا جماعه، هنعمل فستان كروازيه بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنبدا نعمله بطريقه سهله، اهم حاجه بس واحده واحده كده وما تستعجليش خالص. بصي بقى، بصوا يا جماعه، هنبدا واحده واحده نعمل التعديلات على البطرون الاساسي، هتلاقيه موجود تحت في صندوق الوصف بطريقه سهله كده وبسيطه. اول حاجه خالص معانا هنا النهارده، اول تعديل ان احنا هنعمل كروازيه. بس هنا بقى في الكروازيه اللي هعمله النهارده غير اي واحد تاني عملته. ليه بقى؟ لان انا عايزه فتحه الحرده دي او فتحه دور فتحه بتاعه الصدر الموجوده تبقى مفتوحه لحد دوران الصدر، تمام؟ يعني الكروازيه بتاعي يجي ويفتح لي الجزئيه دي. ازاي؟ طيب يا مريم فهميني. حاضر، بصي واحدة واحدة كده هنيجي من هنا ونطلع 5 سنتي بنفس الشكل ده، تمام كده. وبعد ما طلعت 5 سنتي كده هاجي من عند الكتف كده وهبعد عن حردة الهواء 1 سنتي، تمام. وهبدأ ان انا اجي، وبدل ما اعمل الكروازيه بالشكل ده او ان انا اوصله، لا انا اظبط الكروازيه يبقى على النقطة دي وعلى النقطة دي وعلى النقطة بتاعت 1 سنتي. شايفة 3 نقط هم موجودين معايا. طب لما اجي اعمل كده خط، يبقى الجزئيه دي كلها هتبقى مفتوحه معايا. الجزئيه دي ثانيه بس اجيب دبوس واحددها عشان خاطر اوريها لك لما اجي اخلص القص بتاعي، تمام. احددها، بعد ما حددتها كده هبدا ان انا اقص، تمام، بالشكل ده واحده واحده طبعا، برضو بالشكل ده كده. وهنبدا ان احنا نقص، وهنبدا نشيل الزيادات الموجوده معانا هنا دي، وهنبدأ نشيل حردة الابط بتاعتنا دي اهي، تمام. هو الفستان سهل خالص ومش محتاج اي حاجة. وهنبدأ نيجي من هنا، تمام. المرة دي مش هعمل الجيبة معايا، المرة دي هعمل الكم، يعني كل مرة نعمل حاجة معايا، تمام. بصي بقى، انا طبعا قلتلك اللي عايزة الفتحة بتاعته اهي، الفتحة هو المفروض يبقى كده بالشكل ده. طب انا عايزة الفتحة بتاعته تبقى على دوران الوسط دوران الصدر بالظبط، فهي دوران الصدر هي يا جماعة بالظبط. شايفة اتعملت ازاي؟ فانا هبدا بقى اخيط الجزئيه دي، هركب الدبابيس وابدا اخيطها. بصوا يا جماعه، ده شكل الفستان اهو كده من فوق. هنبدا نعمل الخلف عادي خالص، مفيش عليه اي تعديلات. الخلف هو الامام بس كان عليه تعديل، التعديل ده التعديل ان حرده الرقبه بتاعتي تيجي افتح من عند دوران الصدر. يعني الحرده دي مفتوحه لحد دوران الصدر، هي مش حرده، او السبعه دي مفتوحه لحد دوران الصدر، تمام. هنبدا نركن ده كده على جنب ونعمل الكم للناس اللي كانت حابه بطرون الكم. هنعمله بشكل جميل قوي وسهل وبسيط. اول حاجه خالص، ايا كان اللي انت معاكي، قماش او ورق، وهتبتدي ان انت تتنيه مره بالشكل ده بالطول طبعا. وهنبدا ان احنا نستخدم العرض بتاعه كده ونتنيه مره، وبعد ما تنيت مره هبدا اتني مرات كمان، تمام. هبدا اتني مره كمان، وبعدين هاجي واحده واحده كده، وهبدا يا جماعه اجي من هنا كده 8 سنتي بالشكل ده كده، وهاجي 8 سنتي دوران طبعا الدراع عندي اهو، 8 سنتي ربع دوران الدراع عندي 8 سنتي ربع. وبعدين هبدا انزل بالطول الكم اللي انا عايزاه، مثلا هيكون 23 ما علينا. وبعدين هيجي هنا 4 سنتي هننزله، وفوق هنطلع 2 سنتي بالشكل ده، تمام. وبعدين بقى نروح عاملين، الناس برضو اللي كانت عايزه الباترون ركز فيه قوي، وبعدين نروح عاملين الزاوية بتاعت حردة الكم دي او حردة بتاعت الابط بتاعتنا، تمام. وبعدين هنبدأ ان احنا نقص بالشكل ده بطرون الكم، يعني ده بطرون الكم النهاردة. والكروازيه والجيبة معمولة كشكشة او كسرات، هتلاقيها في الفيديو اللي قبل ده، طريقة سهلة وبسيطة قوي برضو بنعملها. يعني الفستان كده تقريبا كده كبر، تمام. طب يا مريم ازاي ارفع الكم بتاعي ده؟ ان شاء الله ده هنعمله في حلقة لوحدها، ازاي نرفع الكم بتاعنا ويخليه يبقى جاي برفع كده او بقبة من فوق. فده ان شاء الله هنشرحه الحلقة الجاية، تمام. اوريكي بس الكم هنا لما نيجي نقفله من الشكل ده، واوريكي من الناحية التانية كده لما اجي اقفله من هنا برضو. هبدأ ان انا اقفله في الكروازيه بالدبابيس واوريهولك. بصوا يا جماعه، تفصيله وخياطه فستان كروازيه بشكل سهل وبسيط جدا، اهم حاجه بس تتفرجي واحده واحده وصدقيني هتعملي اجمل من الفستان ده. كل اللي عليكي بس واحده واحده كده
وهتعملي نفس الخطوات، بطرون الكم، بطرون الكروازيه، كل ده بطريقه جميله وسهله وبسيطه. اهم حاجه اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. تفصيله وخياطه فستان كروازيه بطريقه سهله، طريقه سهله وبسيطه جدا. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه. في امان الله يا اجمل جمهور في الدنيا. مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد. يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك. تفصيله وخياطه فستان او بلوزه كروازيه بطريقه سهله وبسيطه جدا. كل اللي عليكي بس اتفرجي واحده واحده وهتعملي اجمل منها بكتير جدا. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله.